بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فلا نزال في برنامجكم لماذا تركت الوهابية، وعند رسالة أخينا الفاضل المفصلة في أسباب تركه الوهابية قال: رابعا، منهج السادة الحنابلة المعادين للأشاعرة والماتريدية. وأضرب لذلك ثلاثة أمثلة قبل أن يستقر الخلاف على أنهم جميعا يمثلون أهل السنة. هذا كلام مهم جدا. الخلافات القديمة التي كانت موجودة، ويأتي بعض الناس كالوهابية بسبب انقطاع إسنادهم يستوردونها من أجل تفريق المسلمين، هذه كانت في مراحل قبل أن يستقر الخلاف. يعني لاحظ مثلا عند السفاريني حينما يقول أهل السنة والجماعة ثلاثة: الحنابلة والأشاعرة والماتريدية. فكلام أخينا الشيخ وهو كلام دقيق، يقول قبل أن يستقر الخلاف على أنهم جميعا يمثلون أهل السنة كان بينهم نزاع، كان يكثر التبديع المتبادل بينهم، ولكن عندما يأتي الأمر للصد عن بيضة الإسلام وجهاد الكفار تطوى هذه الخلافات وتنحى جانبا وتتراص الصفوف أمام أعداء الأمة. فمثلا ابن قدامة المقدسي، والذي عرف بحدته مع الأشاعرة، كان يقاتل تحت لواء السلطان صلاح الدين الأيوبي، وكذلك ابن تيمية نحى خلافاته مع الأشاعرة وجاهد مع المماليك. فلو كان وهابيا في ذلك الزمان لقال إن جهاد الأشاعرة والصوفية أولى من الكفار الأصليين. هذا كلام غاية في الدقة، هذا كلام غاية في الدقة. فالوهابية هؤلاء خارجون عن طريقة الأمة بسبب انقطاع إسنادهم أصلا. حتى ينقى توحيد الأمة، وما عليك فقط إلا أن تنتظر، ما عليك إلا فقط إلا أن تنظر لاسم حروب التوحيد حتى تعلم مراد تلك النفوس الخبيثة. ولما كان سلاطين آل عثمان يخوضون حروبا شرسة في شتى الجهات ضد الروس والفرنسيين والنمساويين والبريطانيين والروافض وغيرهم، إذا برايات التوحيد الخارجية تطعنهم في ظهورهم وتدخل الدولة العثمانية في حروب طاحنة استنزفت قواها العسكرية والمادية، وغرس هؤلاء الوهابية وغرس هؤلاء الوهابية قبل 200 سنة في قلوب العرب الكره للجيش المحمدي فوق ما كانت طبيعة قبائل العرب متمردة أصلا، هكذا بين قوسين، وحرب إعلامية بألفاظ يستحي أن يذكرها رجل صاحب مروءة وأخلاق. وما عليك إلا أن تقرأ فتاوى سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية أدلة تحريم موالاة المشركين من الجزء الثامن من صفحة 121 إلى صفحة 143، فيكرر رمي العثمانيين في تلك الفتوى بعبد القباب وأهل القحاب والعياذ بالله واللواط نعوذ بالله مرارا وتكرارا، وهذا كان قول رأسهم، فكيف بسفيههم؟ المثال الثاني أيضا، لم يكن الحنابلة المخالفون للأشاعرة يفاتحون العوام بالخوض العميق في آيات الصفات كما يفعل الوهابية الآن على المنابر والفضائيات والتواصل الاجتماعي، بل في مجالس البسطاء. فهذا ابن تيمية الذي يدعون زورا وافتراء الانتساب إليه يقول: أما قول القائل لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، فأنا ما فاتحت عاميا في شيء من ذلك قط. مجموع الفتاوى الجزء الخامس 266، خصصنا حلقة عن هذا، نحن خصصنا حلقة خاصة عن هذا الأمر. قارن هذا بما يفعله بعض الوهابية الذين شاهدتهم إذا تلا آية بل يداه مبسوطتان مد يديه وبسطها نعوذ بالله، وإذا قرأ حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فيشير بأصبعيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمثال الثالث، لما عاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون للسلطة سأل ابن تيمية عن قتل بعض القضاة الذين آذوه وسبق أن خلعوه من السلطنة، إلا أن ابن تيمية رفض ذلك وقال: من آذاني فهو حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي. فكان ابن مخلوف المالكي يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه.
وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. قارن خلق ابن تيمية بمن يهيج الحكام الآن ضد مخالفيهم منهم. ومثال بسيط في جزيرة العرب تهيجهم للحكام ضد السيد محمد بن علوي المالكي وصالح الأسمري، ومطالبة الدولة باعتقال جميع من يظهر أي مظاهر التصوف ويتقربون إلى الله بالوشاية، بل صار بعضهم يحرض الحكام على بعض، لا أقصد الذين دافعهم الحسد بل الديانة كالجامية المداخلة. نعم، هذا كلام غاية في الروعة وغاية في الدقة. الوهابية لا يمثلون ابن تيمية، والحقيقة هم ظلموا ابن تيمية ظلما عظيما. نعم، ابن تيمية عنده أخطاء وعنده شذوذات ومخالفات وقد رددنا عليه، ولكن ابن تيمية بقي عالما ولم يكن مع يعني بدعته لم يكن يعمل لدافع نفساني، كان يظن أن هذا هو الحق ويسير عليه. رد عليه علماء، فما كان ينتقم منهم كما يفعل الوهابية. أيضا ذكر أخونا حفظه الله وهو يتكلم بدقة وبحث متأني أن الحنابلة السابقين كانوا تحت لواء الأشاعرة في القتال، والخلاف الذي كان بينهم ما جعلهم يقدمون قتال الأشاعرة على قتال الكفار كما يفعل الوهابية. فالوهابية خوارج بامتياز، يختلفون تماما عن الحنابلة تمام الاختلاف. وما عليك إلا أن تقرأ الأشياء التي ذكرها أخونا، والحقيقة يعني طعنة الظهر للعثمانيين جاءت متى؟ جاءت في حرب حينما كانوا يحاربون الكفار، وهذا حصل في كل مكان. يعني دخلوا العراق فبدأوا يقاتلون أهل السنة في العراق ويقاتلون الصوفية من أجل ماذا؟ القضاء على الكافر المرتد، لأنه على حسب قواعد التي على القواعد التي فهموها من ابن تيمية يقدم على قتال الكافر الأصلي. فالحقيقة هم مخالفون تمام المخالفة للحنابلة، وإن كنا يعني نرى أن الحنابلة يعني أكثر من صنف، يعني في صنف من الحنابلة يمكن أن تقبله، وفي نصف في صنف يكاد يكون أشعريا كالإمام ابن الجوزي أو ابن عقيل أو أبي محمد رزق الله التميمي، وصنف يعني من أهل التفويض عظيم جدا، وجماعة التفويض أحيانا تند منهم عبارات فيها أذية وفيها شتيمة للأشاعرة، ولكن كلام أخينا هذا كلام رائع أن الخلاف قد استقر، لأنه رأينا في آخر الزمان الحنابلة والأشاعرة شيء واحد. وهؤلاء يعني كان مثلا في دمشق الشيخ أحمد الشامي مفتي الحنابلة من كبار رجال الطريقة النقشبندية، وكل المشايخ يرجعون إليه، الأشاعرة جميعا يحبونه ويقبلون يديه، وهو أيضا يعامله، وهو أخذ عن سيدنا الهاشمي، والهاشمي إمام الأشاعرة، الشيخ محمد الهاشمي التلمساني كان إمام الأشاعرة، فأخذ عنه هذا إمام الحنابلة في دمشق. فهذا الود بعد أن تحررت المسائل واستقر الخلاف. أما الوهابية فهم يحاولون الفتنة في كل مكان، وأساءوا إلى ابن تيمية وأساءوا إلى الحنابلة لأنهم أصلا ليسوا حنابلة. نسأل الله لأخينا الثبات، هو إلى المزيد من هذه الرسائل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.